لي الآن كثير من شبابنا راكب أحسن سيارة ولبسوا ماركات وسفريات وحفلات وشهوات، وفي النهاية يقول لك زهقان طفشان. لي الآن انتشر في أوساط شبابنا وبناتنا كل يوم والثاني نسمع في وسائل الإعلام شاب انتحر، فتاة حاولت الانتحار. سؤال، هل ينقصهم شيء من شهوات الدنيا؟ والله ما ينقصهم شيء من شهوات الدنيا. إيش ينقصهم؟ ينقصهم اتصال برب الأرض والسماء. إحنا محتاجين إيمان، محتاجين قرآن، محتاجين نطول سجود. ما من حالة، اسمع لهذا الحديث، ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب.